أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك عدد للجيران من كل جهة محدد؟ نعم، الجيران هم القريبين منك، القريبون منك. وقد قال بعض العلماء: الجوار يمتد إلى 40 بيتا، ولكن الضابط في هذا ما كان قريبا منك في سوقك، في الجار الأقرب أولى. إذا دعاك الجيران فأنت تبدأ بالأقرب منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبدأ بأقربهم منك، أقربهم منك دارا. نعم.